كابتن، احنا لو جينا اتكلمنا على منتخب مصر، احنا عندنا قوام فريق فعلا، فريق محترم، فريق فيه محترفين ليها اسماء كبيره جدا وليها شأن في الكره العالميه، زي ما حضرتك بتقول الجزائر، لا ما هم برضو انت بيقولوا مصر فيها محمد صلاح، فيها تريزيجيه، فيها حجازي، فيها احنا عايزين، انا بكلمك بلغه الجمهور طبيعي. احنا الكلام اللي بنتكلمه ده حاجه كرويه على مستوى العالم. الدوريات موقوفه، كورونا، المعسكرات، الجمهور ما يعرفش الكلام ده كابتن خالص. الجمهور يعرف ان منتخبنا لازم يبقى في البوزيشن ده، لازم يبقى في المكان دون، فخلاص دي يعني وده اللي في ضغط على الكابتن حسام. بالظبط. يعني ده اللي بيخلق نوع من انواع الضغط على الجهاز الفني، انك مطالب بشكل او باخر انك تعمل او تاخد بطوله. لسه كنت اقول لك يا كابتن، خلاص هو لازم يبقى في ضغط، او لازم الجمهور مش هيبرر كده، فبالتالي هنا الكابتن حسام بقى عليه ضغط جماهيري رهيب. طبعا هو متعود على الكلام دون. صحيح. واحنا برضو منتخبنا الفترات اللي فاتت كتيره جدا بيحط نفسه في مواقف يعني مؤزمه او خطر او ومتعودين ان هو بيجي في الاخر بيكمل. فاحنا اولا كلنا لازم نساند المنتخب، ولازم كلنا مليون في المية. ولازم كلنا طبعا نشيل الضغوطات اللي عليهم دي، وكلنا بقى واقفين جنبيهم. بس ده بقى يعني حاجات فنيه، المفروض الكابتن حسام بقى هو دون، وهو وشأنه دوره بقى طبعا، هو وشأنه، واحنا بندعمه برضه. احنا بنتكلم في حاجه المبدا خلاص. هو شايف مثلا، انا بتكلم، وطبعا الجمهور كله هيبقى عارفني، انا بتكلم على رمضان صبحي، شايف ان هو الفتره دي هيبقى معاه ويجهزه وهيضيف للمنتخب، اهلا وسهلا، احنا متفقين معاه واحنا بندعمه. صحيح. احنا مش بنقول الكلام علشان الناس تفكر بالظبط. يعني انا كان في يوم من الايام كنت موجود في المنتخب، وكان الاختيارات عليها اسئله كتيره جدا. هو اولا واخيرا اختيارات المدير الفني ويحترم عليها، وبنسنده لان ده منتخب بلدنا. رؤيه هو شايفها، احنا بنسنده في كل دوت، لكن احنا بنعرض وبنشوف. من الوارد جدا ان الفترات الجايه بقى فيها تغيير في الفكر، يعني وده جابني لوجود مثلا كهربا. هل بعد خروج محمد طاهر مثلا جاله اصابه في العضله الاماميه، تفتكر ان ممكن كمان يكون كهربا في الوقت الحالي بديل جاهز لطاهر في الفتره اللي جايه مع المنتخب؟ هو طبعا اكيد، بس حسب برضو الرؤيه بتاعه الكابتن حسام. هل هو شايف ان كهربا هيبقى متواجد معاه في الفتره دي وهيأدي وهيبقى فيه استفاده منه، ولا الفتره دي مش بتاعه كهربا؟ بس احنا طبعا بنقول علشان ان احنا اللي احنا شايفينه ان خلاص في طاهر، يعني ان شاء الله باذن الله تكون خفيفه او ربنا يشفيه. لو مش موجود خلاص هو يبقى اقرب واحد كهربا. يعني اعتقد يعني ده في الشكل الفني، بنتكلم انت مدرب ومدير فني، فبنتكلم في الشكل الفني شويه، ان لو طاهر عنده شد في الاماميه، وما انت عارف الوقت ضيق جدا والمباراه يوم 14، فمن الطبيعي ان هو اللي رجليه كمان في الملعب وبيأدي بشكل كويس وكان قريب جدا من المنتخب، فممكن يكون لمحمود كهربا دور في. طب احنا ليه يا كابتن بنقول كهربا؟ لان كهربا عنده مميزات كتيره جدا، لعيب دولي. صحيح. لعيب خاض المنافسات الدوليه الكبيره، لعيب بيلعب في النادي الاهلي وبدا ياخد دلوقتي ويبقى في الفورمه، فهو دلوقتي مؤهل ان هو يبقى موجود. لو وقع عليه الاختيار فمش هتبقى صعبه من الكابتن حسام، لان جايب لعيب خبره ولعيب اصلا في المنتخب. مظبوط. مش فيه مشكله. مظبوط. نتمنى دوت، ومن خلال المنتخب انت عارف دايما المنتخبات بتعتمد بشكل كبير، بعض المنتخبات بتعتمد بشكل كبير على المحترفين اللي بيلعبوا بره. احنا عندنا 5 محترفين وكلهم ما شاء الله يعني بيأدوا بشكل كبير جدا، بدايه من صلاح وحجازي والنني وكوكا كمان بيأدي بشكل كويس، وعندنا تريزيجيه. لكن خلينا نتكلم على الجزء الثاني، ان انت في 2006 كان معظم قوام المنتخب اللي فاز بالبطوله الافريقيه من اللاعبين المحليين. تفتكر الدوري المصري السنه دي افرز بعض اللاعبين اللي انت شايف ان هم كانوا قادرين يكونوا موجودين، او رؤيتك ايه للدوري المصري في السنه الصعبه ديت يعني؟ فاحنا يا كابتن احنا مجبرين على الكلام ده، خلاص احنا ما عندناش غير 5 6 محترفين، فخلاص مش هتجيب من بره، انت هتجيب من الدوري المصري. ما ده اللي بكلمك عليه. ده حسب حاله اللعيبه. اللعيبه لو في المباريات بتاعتهم، انت شفت ازاي يا كابتن مشير الدوري واللعيبه وامكانياتهم، وانت شايف ازاي الحاله الفنيه لبعض اللعيبه؟ يعني شفت الدوري ازاي المصري؟ ما الدوري ازاي يا كابتن يعني؟ الدوري بتاعنا يا كابتن، لو جيت للدوري بتاعنا انا وجهه نظري الشخصيه، الدوري بتاعنا النادي الاهلي لوحده والباقي منعزل تماما، فده بيديك برضو ان ما يعني ما فيش لعيبه ثابته وجودها، او لعيبه او منافس للنادي الاهلي بمعنى الاصح. فالدوري بتاعنا برضو يعني هو برضه لعيبه غصب عننا، لان فترات طويله وفترات متقاطعه وايقافات، فاللعيبه مش عارفه تخش في الفورمه. بس لو في دوري مستقر وفي دوري قوي فعلا
بدل ما النادي الاهلي يبقى لوحده يبقى في فرقه واثنين وثلاثه، هتاخد لعيب كويس جدا وهتاخد لعيبه فعلا جديره بان هي تكون موجوده في منتخب مصر. واثبتت السنين اللي فاتت كلها ما كانش عندنا محترفين. 2006 زي ما انت قلت 2006 كان 80-90% ما كانش عندنا محترفين، وكنت بتلعب فرق قويه جدا 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 بالمحترفين بتاعتها. فاذا التجربه ذات نفسها مع اللعيب المصري بتبقى ناجحه، وان شاء الله باذن الله هتبقى ناجحه الفتره اللي جايه باذن الله مع الكابتن حسام. ان شاء الله باذن الله. طيب لو اتكلمنا